نرحب فيك سمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود نائب رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. شكرا لحضورك. وأولا لو تحدثنا عن أهمية احتضان المشاريع التقنية في مدينة الملك عبد العزيز ودعمها بالنسبة للاقتصاد السعودي. يا أهلا وسهلا. المدينة لديها برنامج اسمه بادر بدأ في عام 2008 يهتم باحتضان الشركات المبتدئة سواء كانوا من الجامعات أو أيضا من يعني خريجين الجامعات أو الأفراد. وحقق هذا البرنامج ولله الحمد نجاح جيد. هناك حوالي 4 حاضنات للتقنية المدينة مسؤولة عنها مباشرة، وهناك حوالي 20 حاضنة في أنحاء المملكة سواء كان في الجامعات أو الغرف التجارية تدعمها المدينة من خلال برنامج بادر. وهناك قصص نجاح ولله الحمد جيدة، وإن شاء الله نتوسع في هذا المجال. حجم المشاريع التي احتضنتها هذه الحاضنات حتى الآن؟ هناك مثلا في الحاضنات اللي تشرف عليها المدينة هناك حوالي 90 شركة. نعم. تخرج من هذه الشركات حوالي 8 وقيمتها في السوقية حوالي 150 مليون. هناك شركة يعني قبل أسبوع تقريبا كان عندنا مؤتمر وكان مناسبة لتوقيع اتفاقية بأحد هذه الشركات، عنواني، شركة عنواني، استحوذت عليها شركة من الأمارات وبمبلغ عدد يعني من عشرات الملايين ولله الحمد. وهذه كلهم هي مبنية على أفكار يعني مبالغ بسيطة جدا، وتدعمها المدينة تقنيا وأيضا من ناحية الجانب القانوني من الدراسات الاقتصادية، وأيضا تمولها في البداية، وأيضا تسهل لهم تمويل من الجهات الداعمة في الدولة. نعم. قسم الأبحاث جزء أساسي من نمو هذه المشاريع دكتور، يعني إلى أي مدى هناك خطة واضحة لديكم وما هو حجمها أيضا للإنفاق على الأبحاث؟ طبعا الدولة اعتمدت سياسة للعلوم والتقنية والابتكار في عام 2002، وأيضا عملت خطط مدعومة بمبالغ معينة لمدة 5 سنوات كل خطة وعلى مدى 20 سنة. نعم. فالخطة الأولى أخذت في الواقع حوالي 7 سنوات، بدأت عام 2007 حتى هذا العام الماضي، وحققت ولله الحمد بناء البنية التحتية للعلوم والتقنية والابتكار في المملكة من تجهيزات ومن يعني دع الابتعاث الشباب ومن الأبحاث. والآن إن شاء الله تنتقل المملكة في الخطة القادمة بحيث تكون في مصاف الدول في المنطقة. بعد هذا نطمح لأن نكون في مصاف الدول في آسيا، وبعد ذلك على مستوى العالم إن شاء الله خلال 20 سنة من بداية الخطة. والمملكة ماشية على هذا الطريق إن شاء الله بخطة ثابتة وبدعم قوي من الدولة. الخطة الأولى خصص لها 8 مليار ريال، والخطة الثانية أكثر من ذلك بكثير. فالدولة داعمة ولله الحمد، الجامعات تستفيد من هذا الدعم، المدينة أيضا البحوث من خلال مراكز البحث تدعم بشكل كامل، وهناك أيضا آلية لأخذ هذه الأبحاث إلى الصناعة من خلال شركة متخصصة وهي شركة تقنية أو الشركة السعودية للاستثمار وللتنمية والاستثمار التقني. وهذه الشركة الآن تعمل على نقل كل هذه المنتجات إلى الصناعة إن شاء الله. إن شاء الله. لاحظنا تعاونكم مع وكالة الفضاء الأمريكية ناسا سمو الأمير، هل نتوقع يعني مشروع مشترك قريبا ما بين ناسا وما بين مدينة عبد العزيز؟ في الواقع عندنا مركز أبحاث مشترك. نعم. وطبعا وقعنا اتفاقية من فترة ولدينا بحوث مشتركة، آخرها تجربة أطلقت على القمر السعودي سعودي سات 4، ولله الحمد حققت نجاح كبير. ويمكن رئيس مركز الأبحاث
إيمز التابع لناسا أشار لهذا الشيء اليوم في كلمته. فولا الحمد يعني ونحن سعداء بهذا التعاون، وسوف نستمر إن شاء الله لإطلاق كل سنتين تقريبا قمر متخصص للأبحاث مبني في المملكة من أقمار السعودية، ولإجراء تجربة يتم عملها بالتعاون مع ناسا ومع جامعة ستانفورد. بما أنه عم نحكي عن التنافسية، قد ايه مجال المملكة العربية السعودية للمنافسة في هذا المجال مستقبلا؟ أنا أعتقد شركة تقنية الآن سوف تنشئ شركة ويعلن عنها قريبا متخصصة لتصنيع الأقمار الصناعية وإن شاء الله تنافس على مستوى العالم. فينا نعرف حجم أعمالها أو رأس مالها؟ هذه الشركة سوف تكون بالتعاون مع أحد الشركات العالمية كجوينت فينشر، وهدفها بناء أقمار ضخمة يعني مثل عرب سات. نعم. وأقمار بهذا الحجم وليست يعني صغيرة، فسوف يكون هناك يعني استثمار ضخم جدا في هذا المجال ويعلن عنه قريبا إن شاء الله. نكون احنا اول الناس ينبسين عنها. سمو الامير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود، نائب رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، شكرا جزيلا لك. اهلا وسهلا.